حبيبي شغل بالي يابا يابا، شغل بالي يابا يابا، شغل بالي يا حبيبي شغل. الترويقة يا معلم، أحلى ترويقة لأحلى معلم. خير يا طير. كل الخير يا معلم، من إيدي بدت عمي. اف 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 اف، شو صاير معك؟ قايمه ومزاجي رايق. اما رمانا الهوى ونعسنا. رفضت تاكل؟ مستر قال مشجوع. الهيئه القصه كبيره، خليني احكي معهم. يلا قوموا، ليش ما حكوا نايمين؟ ما لا ستنا روقة، بس لأنه قعدنا كل الليل عم نخبر قصصنا لفرنينة. وعيا خلينا تترك هذا المطرح هلا وبسرعة، أنا نيمت المعلم ما رح يوعى بالعشية. فرنينة يلا قومي بسرعة لازم نمشي يلا. طيب. أنا اليوم رح أشتغل حدكم، ما تسبقوني. طيب وبناخد رواق وديك الحياة معنا كمان. روحوا وما ترجعوا قبل العشية، وخلي هالمرة الغلة تكون حرزانة، جسمكم ما بقى يحمل غبيط. المهمة تنسي فرنينة. ما في إلا المصاري بتنسي، اشتغلوا منيح. يلا نمشي. إن شاء الله مبدوعة. تفوق عليك شو مجوة. يلا تأخرنا. يلا لازم لاقي طريقة أحكي مع جواد، بيكون مشغول باله. طب في أعرف شو القصة؟ ما في شيء، وأنا بعتذر لأني فللتك من المطعم بدون ما ناكل. طيب مش مبسوطة معنا؟ في شيء ناقصك وبعد أنا ما أمنت لك إيه؟ أبداً، كل شيء عندي. طيب ليش زعلانة؟ ليش قاعدة على الأرض؟ مش زعلانة، ومعودة أقعد على الأرض. يلا، أنا عبالي أتروق أنا وياك، منيح هيك بابا؟ هيك بدي إياكي، ما بيلبق لك الزعل. لازم أهرب من هون. شو عبالة تتروق بنت الحلوة؟ هلأ منشوف. عم فكر روح اشتغل بشارع تاني، هونيك ما في حدا، بركي تطلع شوية مصاري. لحالك؟ لك شو بده يصير لي يعني؟ برجع بعد شي ساعة، ما تخافي. مثل ما بدك، بس ما تبعدي كتير. ايه؟ ليكي بدك عيط لتايجر يرافقك؟ لا لا لا، بفضل اشتغل لوحدي. ما تخافي علي، صايرة جدع، تلميذتك. بس المهم تطلعي مصاري، لأنك مش منيمتينا كل الليل وأنا اليوم تعبانة ما إلي جدادة الشغل. ولا يهمك. يلا هلا برجع. We'll be right back.
جواد، لك عندي مجموعة أخبار رح تفيدك كتير بالتحقيق. جمعت معلومات مهمة. شباب، حدا منكم يعطيني 20,000. مش فرد شقفة، أحسن ما ناكلها شي قتلة اليوم. توني إياهن فراطة. يلا بشوفكن شباب. إيه خلونا على تواصل. الله معك. لك أنا مش ماشي حالك، كان قلبي حسسني. أنت ليش مستعجل هالقد؟ أعطيها شوية وقت بيمشي الحال. ما بخفي عليكي، طول الليل ما نمت، ضميري كان عم بيوجعني. ليش؟ شو أنت حاطة بنتك بحبس؟ لا ما قصدي، بس مثل ما بتعرفي أنا بنتي وحيدة وما عندي غيرها. ما بديها تحس إنه ما عم بهتم فيها وما بحبها. هلأ باخدك لعندها بتشوفيها وبتقعدي معها قد ما بدك. نحنا مش مانعين الأهل يشوفوا ولادهم. أوكي خلينا نشوفها. تفضلي. حبيبتي بدك تنامي؟ ايه حبيبة بابا ما بدك تنامي؟ ايه يلا نام يلا تنام يلا تنام لا تبح لا طير الحمام روح يا حمام تصدق عم بضحك ما خلوني سميك أخذك مني لمعلم قبل ما سميك ميت عايش ما حدا بيعرف وانت ما خلاني سميك ان شاء الله بتموت يا معلم وبشرب من دمك الله ينتقم لي منك الله لي يوفقك يبعت لك مرض بنص قلبك امين يا رب امين يا رب تعال قلبي تعال قلبي يلا يناموا وينكن يا حبيبتي وينكن؟ لكن عم يضربك هالكلب. إذا بتشوفيه كيف عم يضربني بتشفق علي. طيب ليش شو عم تعملي له؟ لك إذا ما طبخت كل يوم طبخة شكل أو ما نظفت البيت منيح بكون نصيبي قتلة مرتبة وكل يوم بهتني بالشغل اللي كنت أشتغله. صغيرة الحياة معه ما بتنطق. وكيف قدرتي تجي لعندي؟ بعرف إنه مانك تظهري من البيت. كل حل عني بدي أشوفك وأعرف أخبارك. شو بعدك بأخباري أنا؟ هلا بدي أعرف أخبارك أنت. لك ضربني التفر، حتى 1,000 ليرة ما بيعطيني. سوسن كنت عم فكر بشو؟ قولي. يعني إذا هيك فيك ترجع تدبري لي كم زبون بالمخفي وقت اللي بيكون جوزي بالشغل. شو معبولة أنت؟ خرجك تاكلي قتل. صاير لك بيت وسقف ليدبوكي، بدك ترجع على شغل القرف والذل؟ شو بينفع إذا معنا مصاري ومعنا ذرة كرامة وشرف؟ اوعى يا ياسمين، اوعى اسمعك عم تفكري هيك مرة تانية. إذا قصة مصاري أنا شايلة شوي على جنب بعطيكي، بس خليكي ببيتك معززة. معززة؟ إيه وميت إيه، صدقيني مع كل الخبيط اللي عم تاكليه بعدك عايشة أحسن مني. على القليلة إنسان واحد يلي عم بهينك. مش 20 و30 وأكثر. على القليلة يلي عم بيضربك محملك اسمه. وهيدا لوحده لازم تشكري الله عليه. طب خلص فهمت،
شو بك دخلك عم توعزي مثل مسلسلات التلفزيون؟ فكرة مرقت براسي وهم سكرته لتمي. خلص منيح هيك؟ كتير منيح. بدك مصاري؟ اشتقت لك كتير يا حياتي. زعلانة مني شي؟ غصب عني حطيتك هون يا حياتي. خبرك سر. اي حبيبي خبرنا. بس وعدينا طويلة لبابي. اوكي بوعدك. انا تلفنت لخاله جواد بدون ما تعرفه، حكيته بالليل انتو نايمين. يا ماما ليه عملت هيك؟ بدك بياك يقتلني اذا عرف؟ مامي هيك لانه اشتقت له وحابب شوفه. هو ما غلط معنا بشي. بس يا ماما هيك لكان يا استاذ سامي. بابا عطيتني الغلة ونامت. بسيطة. الصباح رباح. وين بدك تهربي مني؟ فوتي نامي فأزن، ليش بعدك واقفة؟ بتحب تاكل شيء قبل ما نام؟ فوتي نامي وما تظهري من غرفتك للصبح، مفهوم؟ حاضر. فوتي نامي ولي شو بك إيه؟ وين رايح؟ ما بدك جيب لك المصاري؟ ما بدي شي هلا، يلا فوتي على غرفتك. تصبح على خير. وانت من اهله. جواد، جواد بعرف انك هون، افتح لي بليز. جواد شو بك رح تجرسني؟ غنوة فلي ما رح افتح لك، بكفي هالقد، صرت غلطان كتير معك ومع حالي. طب افتح، بنحكي على رواق بليز. فلي من هون، ما بدي شوفك، ما بدي شي منك، خلص فلي. بسيطة يا جواد، بسيطة. Thank you.
امشي معي. شو بدك فيه؟ ابي امشي معي لكفيك نوم. يلا امشي معي خلصيني بقى. لا لا يا معلم لا. امشي معي. يا معلم اسمعني شوي. يا معلم الله يخليك اسمع، انا مريضة كتير، بكرة وحياتك بكرة. انا عبالي اليوم. يا معلم خليني احكي معك كلمتين برا. هلا بيوعوا الولاد، خليني احكي معك وبعدين اعملي اللي بدك اياه. قولي شو في؟ خلينا نحكي برا. يلا نطلع. ماشي. حبيبي انت لو بتعرف قديش حبتك تكون اصحاب مع خالك، لانك بتشبهه بكل شيء، بالشكل وبالنفسية. كان مثلك نفس الشيء هو وصغير، حنون وكريم، بس مش قادر اقربكن. هو بحبك كتير، بحبني وبحب بيك، بس الظروف عكستنا كلنا والقدر لعب ضدنا. بعدين انت بتعرف يا معلم انه فرناني جديدة عنا، بعدين البنت شاطرة كتير وعندها مستقبل بهالمصلحة، ها فليش بدنا نهشلها؟ بعدين هي عندها سوابق بالهرب. لحب هربت من عندها وديك الجامعة واجت لعنا، انه ليش بدنا نخليها تهرب من عنا وتروح عند غيرنا؟ انا بعمل اللي بدي اياه هون. اذا هيداك المعلم اللي كانت تشتغل عنده خيخة فانا لا. ما عمول هيك يا معلم، انت سيد العارفين، بس انه كل قصدي خلينا نعطيها شوية وقت بس لتاخد على الجو، يعني بعدين اعمل اللي بدك اياه. انا لو ما بحبك وبدي مصلحتك ما بتدخل، اصطفل منك الا انه ليش بدي دافع عنها، يعني لانا اختي ولانا قريبتي ولا لحقت تصير رفيقتي حتى. بس انا بدي مصلحتك لاني بحبك. عن جد؟ اكيد. فاذا مشي معي انت. انا؟ يا انت يا هي. نقي. ما بدك تاكل؟ مالي نفس. كل شوي كرمالي. قلتلك مالي نفس. ما رح تخبرني شو بك؟ لا لا تعمل فيه هيك. انا شو عملت معك عاطل؟ انت ما بيعجبك شي. اذا ضهرت بتزعلي، واذا بقيت بالبيت بتزعلي. احترنا يا قرعة، شو بيعرف؟ Thank you.
بحبك. شو قلتي؟ انه قصدي بحسك، قصدي انه بتعني لي، ما تفهمني غلط. فكرت. شبو طنبز وزعي سبع البرمبو. اضحك اضحك، مهضومه انا ولا لا؟ يا ريتك مهضومه بس. يا ريتني بحبك وبس. سعد بدك تروق على الاولاد، هن ما ذنبهم، بدهم الكبار يتخانقوا يصفلوا، بس الاولاد شو خصهم يدفعوا الثمن؟ اول مره بايت عليه، ما كان بدي بس فقدت اعصابي. فكرك انا مبسوط عيط على ابني وافقسه بنهار عيده، بس الموقف كان اكبر مني، اعصابي ما حملوني. ولك كيف ممكن يلقى التليفون ويتلفن لخالي؟ كيف ممكن يفضل جواد علي؟ انا بيو مش جواد. اكيد ما بحب جواد اكثر منك، بس ما تنسى انه جواد كان جزء كتير مهم بحياته، هو عرابه والصبي كتير معلق فيه. بعدين انا بحبه كتير لانه كان يشوفنا انا وياك قد ما نحبه. كنا نحبه، بس هلا لا. ما هيك يا ميا؟ الدم ما بيصير مي. ليه نحن هالقد منيح؟ بالنسبة لإله ما عليه، يعمل اللي بده اياه فينا، بس بالنسبة لإلنا نحن لا، ممنوع، دغري بيوعى ضميرنا. وبنبلش بالحكي اللي ما له طعمه، بالنتيجة هيدا خيي والدم ما بيصير ماي. ليه نحن بدنا نفكر بهالطريقة تجاهه وهو لا؟ جاوبي سعد. عمول معروف، لوب الأدوار وحط حالك محلي، اعتبر انه انت عندك خي او اخت عملوا فيك ضرب، وانا منعتك تحكي معهم. شو بتعمل؟ كيف تتصرف؟ بتنكر خيك؟ بتنكر اختك؟ جاوبني انت هالمرة، جاوبني. إذا عملوا اللي عملوا خيك بيكونوا هن نكروني، واللي بينكرني إيه بنكره. المعلم كان بده ياني فوت معه على الاوضه، امتى دجاجه اخذته لبرا لتحكي معه، بعدين ظهرت اختفوا، ما شفته ولا شفته. تخيلك يا سوسن ما يكون اخذها محلي، يقوم ياذي البنت، شو بدي اعمل؟ انت بعدك جديده، اليوم عطلاني هم كثير، بكره بتعطلي هم اقل، اللي بعده بتجمص البطله تعطلي هم بالمره. سوسن بنت صغيرة، وأنا كنت بنت صغيرة وبريئة وما بعرف شي من هالدنيا، وبليلي ما فيها ضوء قمر كبرت لي شي 100 سنة. تخيلك عملي شي. لو فيي أعمل شي كنت عملت لحالي. بترجاكي عملي حالك مريضة، عملي إنك تعبانة، الله يخليكي لهي عن البنت شوي. اليوم عملنا هيك وبكرة عملنا هيك وبعده وبعدين. روحي حبيبتي، روحي فلي، الله يخليكي. إذا منك قادرة تتحملي هذا الجو فلي هربي، بعد ما فليتي وهربتي من غير مطرح. شو يعني؟ أنا مني بالقلب، ما تفكري بنام عم خديتي مرتاحة. لو طالع بإيدي شي صدقيني ساعدتك، بس ما أنا مثلي مثلكم، ممكن اضرب كمان. عم بتمنى يجي حدا يخلصنا. سوسن استسلمتي؟ ما بعرف اذا استسلمت
أو تعودت على الذل أو صرت أنا بيا أصحاب. بس ما لازم. روحي نامي روحي، تركيني بهمي يرضى عليك. مساء الخير ست ندى. اهلا عبدو. رمزي هون؟ إلي وقت عم بطلب وخطه مسكر. يا حوي بوط. فيني احكي معه ميني معروف؟ يا ريت تحكي معه يا عبدو. رمزي له فترة مش لاقى معه، ما عم بعرف احكي. طيب أنا رح فوت احكي. كل ما بفوت، تفضل فوت. حالي هيدي يا معلم. اقعد. ما تقنعني انك انغرمت بهالفترة القصيرة. ولا ممكن. أنا خبزك وعاجنك. في شي تاني. أنا أكيد. عبدو. بلا فلسفتك على القلب. من واجباتي كصديق أحكيك. وأنت حر تسمع، حر لا. فكرك ليه أنا هالقد مهموم ومسكر على حالي؟ ما هيدا سؤالي ليه؟ لأني مستغرب هالفترة القصيرة عملت فيها هالمرة هيك. وندى، ندى رايحة جاي وعم تسألني شو بني؟ إنه شو بدي أقلها؟ مغروم بوحدة غيرك؟ بمين؟ بوحدة بتبيع جسمها للي بيسوى اللي ما بيسوى؟ قدر موقف يا عبده، قدر الظرف اللي عم بمرق فيه. مش هين نفسيتي بالأرض، راسي بشربك، ما عم بعرف اشتغل. اصلا كيف بدي اشتغل اذا كل الوقت صورتها بوجهي، عم بسمع صوتها بدينيي، عم بسمع نفسها؟ ماني مبسوط ومني مرتاح. بدي اياها وتفو عليها بجمعة بدي تتنسيني كيف كنت عايش، كأني بعرفها من اول ما فتحت عيوني على هالدنيا. اوف 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 اوف، شكله قصتك عويصة أكتر ما توقعت. أكتر بكتير. بعتذر منك. إذا هو حيوان أنت ما خصك. Thank you.
فوتوا لعندي شوي، فوتوا لنحكي، نسمع موسيقى، نكي، تنغني. نعم؟ ما تستغربي ابدا، الهم ما بنسي هم، والوجع ما بنسي وجع، والدموع ما بتنسي دموع، بس الفرح بنسي. شو قادرين نعمل غير هيك؟ عنا حل تاني؟ شو قادرين نعمل غير انه نداويها بالتي هي احسن؟ فوتوا معي، فوتوا، يلا فوتوا معي. هلا جايبني بهالليل لتضلك ساكت هيك؟ بشرفك روح علي شوي، هلا بيطلع الحكي لوحده. أنا عندي مرتي وولادي يا زلمة، ما في يلبيك بمشاريعك بعد نص ليل. قوم فل. لا مش هيك، بس يحكي، يا خلينا نرجع على البيت. مخنوق، تعبان ومش قادر سيطر على حالي. بتعرف لما عقلك يخونك بتقول من إيدك، لما مشاعرك تخونك بتقول كمان من هبلك، بس لما جسمك يخونك وانت مش ذنبك شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ انا جسمي عم بيخونني ومش قادر سيطر عليه. كله له حل، هن كلهم المصايب بيجوا مع بعضهم. انا على حافة الانهيار، ما في شيء ظابط معي. كيف يا زلمة؟ ما شغلك بجنن، خطيبتك مثل القمر، سمعتها مثل الورد، بتحبها وبتحبك، مقول كتر خير الله. كتر خير الله على كل شيء، بس وظيفتي رح تضيع من ايدي اذا صحتي ما تحسنت، وحاسس انه تمار كمان رح تضيع من ايدي، وعائلتي اصلا ضايعه من ايدي. مين بيبقى لي؟ مين بيبقى لي؟ طيب هلأ الخلاصة. خلاصة شو؟ لأمتى بدك تضل هيك؟ ما بعرف. لا بدك تعرف، عندك مرة وولد، ما فيك تخرب بيتك بإيدك. صار لي ساعة عم بحكي، حتى بالآخر تقول لي هيك؟ بعرف بعرف، ومشان هيك أنا مهموم. شو قصتك يا زلمة؟ بدل ما تيجي تساعدني بتزيد على قلبي؟ إذا أنت ما أخذت قرار ما فيه ساعدك، بس تاخد قرارك قل لي، وشو ما كان قرارك أنا حدك، بس أعرف شو بدك تعرف أنا كيف فيني ساعدك. هلأ رح روح ورح قل لندى أنه عندك مشاكل كتير بالشغل، والكراج مش كتير ماشي حاله، لأنه رح تموت تعرف شو بك. أنا ماشي. وعيها هيدي هلا، الله لا يوفقك يا عزيزة. بدي ولادي يا معلم يا كلب، بدي ولادي، بدي ولادي، وين ولادي؟ بدي ولادي، جبني ولادي يا كلب، يا واطي يا سافل، فل من هون، فل! ولي ولي، انت ما بتفهمي عربي، قلت لك 100 مره وطي صوتك، وطي، ما بتفهمي؟ ليك يا بنت الحلال، لو ما كنت اختك كنت قتلتك من زمان. اشكري ربك اني حابسك وبس. روح يا حنون، لو ماني اختك كنت قتلتني. لك يا ريتك قتلتني وريحتني، يا ريت. اي والله، ايه والله، يا ريتني قتلتك وريحت راسي منك. ليك يا عزيزة، انت بتعرفي لو ما كنت بدك تطول لسانك تتشك علي
ما كنت عملت فيك اللي عملته. انت قررتي مصيرك بايدي فبدك تتحمل العواقب. بتتهموني بلا قلب بلا راس خنزير ما بفهم وبتتمني لي الموت كل ساعة. بس لو كنت تلميذة شاطرة ما كان صار اللي صار. يا حي سوسن ماشي مثل الساعة، هلا بتخبص شوي بس ضمن الحدود. سوسن مش ام، بس انا ام والعربي تبن ولادها. ولك الك عين تحكي كمان، ام حبلة النسبون عندها. انا منبه عليك الف مرة حب ما في. ما رح نفتح الماضي ونحكي بموضوع صرت حكيكي فيه الف مرة. كل اللي بدي اقول لك اياه، حتى انت ومزروبي بعدك عم تخبصي، وتخبيصك هيدا بشكل خطر علي وعليكي، فانتبه حالك. بس لو ما عندي امل بيوم من الايام اني اشوف ولادي كنت متت من زمان. مش ناطرتك تقتلني يا حيوان، بس املي وايماني كبير بالله.